رامي يعوت، عندي 35 سنة، مصري. احكي لنا عن الاكسبيرينس بتاعك في الثورة. انت أول مرة نزلت تحرير كان امتى؟ هو أنا أول مرة نزلت كان يوم 120 اللي اتقال عليها جمعة القدر، زي ناس كتير أوي اللي نزلت يعني، بعد ما شافوا اللي حصل يوم 25 و 26 و 27، فقررت إن أنا أنزل يوم 28.